احنا جبنا لك واحد اتنين صحفيين هم استاذ محمد سيف وجمال الزهيري. جمال واحد والله. حبيبك اهو محترمين. ومعانا واحد تاني بقى، بس جبت لك بقى من المنبع بتاعك. تمام. الكابتن طه عبد المحمود سكه يا حبيبي برضه لما عرف كده احنا قعدنا ندور لحد ما جبناه عشان تسمع هيقول لك ايه. طبعا الكابتن ايمن من الشخصيات المحترمه جدا جدا في مجال الكوره والرياضه. اقول له لعيب ما كانش يعني بيحب بيحب الكوره جدا، وبيحب التمارين، يحب اللعب، ويحب زمايله في الملعب. فمن الشخصيات اللي هي كان فيها كان عاوز يبقى ليه تاريخ، والحمد لله رب العالمين ربنا كرمه، لان هو كان مجتهد وكان عاوز يوصل لحاجه معينه هو وصل لها. وطبعا هو من الناس اللي هي خريج تربيه رياضيه وراجل بيحب الرياضه، كان زميل ليا في المعسكرات وفي الملعب وفي كل حته. كنا نخلص تمرين نمشي هنا نروح هنا. انا بقى اللي اقول نبذه على كابتن ايمن، فعلا عنده حته الاراده دي. احنا قاعدين مره في المعسكر فقال لي انا نفسي العب منتخب مصر، واحنا كنا لسه درجه تانية، وصمم احنا كنا لسه ما طلعناش دوري ممتاز في السكه حديد، صمم اللي هو يطلع يروح منتخب. وفعلا اتخذ منتخب مع الكابتن محمود الجوهري ولعب منتخب وأدى أداء كويس جدا في المنتخب. فهي دي حاجات من الرياضة. وكان بيحب التمارين ويركز في التمارين معايا، ويركز في يعني كنا بنتمرن الصبح، واحنا كنا بنتمرن فترة واحدة مع في النادي، هو يجي الصبح نتمرن ويريح في الملعب في النادي، وراح متمرنين تاني في بعد يجي الفرقة مع الفرقة. فهو كان حتة الرياضة دي عنده مهتم بيها جدا، والتركيز في الملعب، أي ماتش كان لازم يركز قبليه بيومين ثلاثة. تقول إيه للكابتن طه؟ كابتن طه شاف الحلو والوحش معايا بالأمانة كابتن، يعني حتى هو من كلامه الكلام ده كان قلت بقول له دايما إن أنا عايز أوصل لطموح منتخب، إن أنا أبقى في منتخب مصر زي اللعيبة زمان اللي وصل منتخب مصر. ده كان بقى حمال اسيه، هو كان في السكه الحديد درجه تانية. فده كان معايا على طول كابتن طه، ده يعني زي اخويا بالظبط، يعني عاش معاك على الحلو، عاش معايا على الحلوه والمره. فكان دايما بقى في السكه الحديد اقول له، كان يسيب بيت والدته هنا في الدقي ويجي معايا. كنت سكنت بقى في السكه الحديد جنب في مدينه نصر في التوفيق، مساجد التوفيق اللي جنب نادي الزهور. فكنت اقول له لا تعالى، كان بيقعد معايا بقى على طول ونس في الشقه بتاعتي. كان دايما بقى اقوم الصبح بدري عشان نروح نتمرن التمرينات اللي انا بشتغل بيها على نفسي الصبح، وكان لنا تمرينه بعد الظهر في النادي. فده كان بثلاث ايام في الاسبوع، والنادي بيتمرن الخمس ايام منهم تمرينه خفيفه. فبالتالي كان يقول لي طب انا ذنبي ايه ان انا تتقومني بدري كده وتجريني وتطلع لي جبل المقاولين ومش عارف ايه؟ اقول له لا ان شاء الله ربنا يكرمنا. طه طيب.